والفاكهة. أمر أعمل سأفعل استعد سأفعل مفهوم. أيها القرويون أمر الطعام. القرويون ينتظرون كما تريد. سأبني فارس سأنظم. تم الأمر كما تشاء. اصعدوا على ظهر الحصان. سأمرق. أمرق؟ ماذا؟ ماذا؟ بما تأمر؟ مستعد. بما تأمر؟ سامي. تم الأمر. بما تأمر؟ ماذا؟ أوامرك يا سيدي. ما هي؟ أنا أتحرك. ما الأوامر؟ ماذا؟ أمرك. وصل الان. أتحرك الآن. أمرك. أنا ذاهب. أغير الموضع. بالطبع. أنا ذاهب. أغير الموضع. أتبع الأوامر. أفعل ذلك بالفعل. أجل، مرحبا. ماذا؟ أمره. يؤلمني
الرماح. الميليشيا. أجل. ماذا؟ ماذا؟ أفي. أجل. نواجه مشكلة هنا. الأعداء قريبون. Thank you.
حاجتك. تحت الهجوم. جاهزة للعمل. أجل، مرحبا. سابني هذا. أجل، مرحبا. سأبدأ العمل. هو مشكلة هنا. جيدة، جيدة. جيداً. لدي مهمة. أجل، مرحبا. أمرك سأفعل. نحن نقصر. ما استعدوا، تحركوا أيها الجنود. نعم بالطبع. أعد أمرك يا سيدي. ماذا لديك لأفعل؟ سامي ذلك الآن. على استعداد لبعض العمل. أنا وقت العمل. لم يضر المشي أحدا بتاتا. ماذا ذاهب كما أمرت. أمرك. سيحدث ذلك. قفوا، تحركوا. الرماح ليست ثقيلة. كما
بالأوامر بوسع فعل ذلك. وضعت سر... أنفذ أوامرك. أتحرك كما أمرت. أمضي إلى الأمام راكباً. أنا أتحرك. أثبت يا فتى. سنتحرك الآن. أفعل واجبي. إلى أين أذهب؟ سأفعل ذلك. أتحرك كما أمرت. ما المطلوب؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. انتبهوا أيها الجنود. حان وقت الأوامر. أصبوا جميعاً. أصبوا على الأعداء. سأذهب لصيد السمك إذن. حسناً. أعطني الآن أتحرك. أثبت يا فتى. سنتحرك الآن. سأفعل ذلك. أفعل واجبي. أعيش لطاعة الأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ أعطني، سيحدث ذلك. أنا أتحرك. انتبهوا أي سيتم تدبيره. لدينا أوامر للجميع هنا. سأفعل ذلك. الوقت يضيع منا، فلتتحركوا. كما أنهم يهجمون علينا. سيدي.
استعد. أنا سأصوب عليهم. تحت هجوم العدو. بما تأمر؟ مستعد. ماذا تأمرني أن أفعل؟ القرارون على أهبة الاستعداد. الإصلاحات جارية الآن. بما تأمر؟ راكب كما أمرت. كما تشاء. سأفعل ما ترغب فيه. صمتا. أوامر جديدة. استعدوا للأوامر أيها القرويون. نحن تحت القارب. أنصتوا يا قبل. ذاهبون للقتال. أنا مستعد. إننا في انتظار التعليمات أيها القرويون. سأشيد هذا البناء. أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. قادمة إلينا من الخارج. أيها القرويون، حان وقت إنهاء الأمور. سأفعل. أيها القرويون، تحركوا بسرعة. مبنى لتشييده. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. أتطلع للذهاب إلى المناجم. أيها الجنود، أوامر مثل هذه ليست عبئاً. سأطلق على أعدائنا. ضربة في قلب العدو. أيها الجنود، أنا سأطيع أمرك هذا. أيها الجنود، قراراتك حكيمة وفي. أنا متعطب وسعي أن أنفذ الأوامر. صمتا. أيها قراراتك حكيمة وفي التوقيت المناسب. سأفعل كل ما تأمرني يا سيدي. على استعداد للمهمة. اتباع الأوامر قادمة.
الوطن الأمن. تحركوا معا كشخص واحد. سمعت وطاع. إنهم يطلقون علينا النيران. سأحرص على تشغيله جيدا. إلى أين تريد؟ أفرح النحن على كل الأرض. الآن عندك المزيد. تحرك. ما حاجتك إليه؟ سيخضع هذا المبنى لن ترتاح قلوب الأشرار. على استعداد للمهمة التالية. إننا في انتظار التعليمات أيها القرويون. سأشيد هذا البناء. سنحظى سوف تسير قدماي حيث تريدون. يا سيدي إن السهام تختلق أعداءنا. أنزلوهم إلى قبورهم. أنا أسمع. Thank you.
خدمتك شرف لي. لن ترتاح قلوب الأشخاص. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. سأدخل إلى هناك الآن كما تشاء. أيها الجنود، لدينا وجهة نقصدها، فلنتحرك. حسنا، فليتحرك الجميع. إلى الأمام جميعكم الآن. نحن نغادر المكان. تلك هجمات جيدة. اللعنة عليهم. هذا أمر حكيم. سأطيع. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أنا متعطش لقلب القتال. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أوامر مثل هذه ليست عبئا. أوامر مثل هذه ليست عبئا. أنا سأطيع أمرك هذا. بوسعي أن أنفذ الأوامر. انتباه، الأوامر قادمة. أيها الجنود، لدينا أوامر جديدة. الأوامر قادمة إلينا من القائد. أنا في الطريق. نصيب الهدف. أيها الجنود، كونوا على استعداد. نهاجم من أجل شعبنا. الأوامر آتية لنا.
الانتباه. الأوامر قادمة. مبدأ التشييد. أمره. أنا مستعد. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. المجال. أنا في الطريق. قتيلة. أمرك؟ أنا مستعد. أنصتوا جميعاً. سنتلقى الأوامر. أنا سأطلق وسيعود الأعداء. اسمعوا بحرص يا رجال، لدينا أوامر. كما نشاء. صمتا الآن واسمعوا الأوامر. أنصتوا في صفوف، أطيعوا أمرك. الآن يا رجال انتبهوا، مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق المجد. واجبي هو الطاعة. كما نشاء. سأفعل كما تأمرني يا سيد. لدينا. أنا أطيع أوامرك بالحرب. انتظروا. أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي. سنحظى بأوامري. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأحرص على تشييده جيدا. ماذا ذاهب إلى هناك؟ إنه من تكون علينا النيران. الله شرفني. لا أكتب كما قد كسرنا عزيمة العدو. أتحرك كما أمر. لن ترتاح قلوب الأشرار. وجهني نحو أي هدف وسعي أن أنفذ الأوامر. سأتحرك مثل السهم المنطلق. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. مستقبل أيها إلى الأمام. جميعكم الآن. نحن نتعرض للقار. انحروا يا أخوي. قراراتك حكيمة وفي التوقيت المناسب. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. مستعد، أتحرك.
أوامر. انتبه، الأوامر قادمة. ما هي؟ أتحرك كما أمرت. كما تريد. أيوة، سأفعل هذا الآن. تتبع أوامرك. ذاهب إلى الداخل كما أمرت. أنصتوا في صفوفكم، لدينا أوامر. ما هي أمرك؟ واضح. أنصتوا جميعاً. مستعد، اتجهوا نحو الأمام الآن. أيها الجنود، كونوا على استعداد. إننا في انتظار تعليمات أيها القرويون. سأحرص على تشييده جيدا. أوامر جديدة. أفعل هذا الآن. الآن عند كلمتي تحرر. أنا متعطف بوسعي أن أنفذ الأوامر. ما أوامرك؟
سيحدث ذلك. نصيب الهدف. أوامر جديدة قادمة يا رجال. أمرك يا سيد. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. سأدخل إلى هناك الآن. صمتا في الصفوف، الأوامر قادمة. ذاهب إلى هناك الآن. سأنفذ. سأفعل هذا الآن. انتبه، نتجه نحو الأمام الآن. كما تشاء. أوقف، تحركوا أيها الجنود المتقاعسون. أيها الجنود، أنا سأطيع أمرك هذا. صمت. إنها صائد رجل الأوامر فسأقتله. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. فلنتحرك. لدينا أوامر قادمة. الطاعة شرف لي. لا أحب التعرض للقاء. الأوامر قادمة. الآن يا رجال انتبهوا. مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق المشي. ماذا أفعل؟ واجبي هو الطاعة. ما هي أوامرك؟ سأنفذ. سنحظى بأوامر. أطيع وأقود إلى الأمام. أنصتوا جميعا، سنتلقى أفعال. أتجه إلى التهديد كما أمر. تفضل رجال. انتبهوا الآن يا رجال، أركب كما أمرت. كما تشاء. قضيتنا تنصحب على أيها الفرسان.
الأوامر للإقدام سيحدث ذلك. الجميع يقدم في انتظار موقف يعرفه. قضيتنا تستحق العناء أيها الفرسان. الجميع مصاب ليشعروا بغضبنا.